راه مشكله. المشكل اللي عندنا دابا في هذه البلاد هو المشكل انكم تقدونا غير التعليم العمومي غير بواحد نسبه قليله ولو غير 10%، راه ما نعطيو حتى فرانك لهاد المدارس الخاصه، لان المدارس الخاصه بهذا المعنى شنو كيديروا؟ كينهبونا بهذا المعنى. وانا بدا كنعرف انا شحال من مدرسه تحيدات ديال العمومي، شحال من مدرسه كانوا مدارس فهمتي تحيدات، شحال من مدرسه تحيدات، يعني ما بقاوش مدارس مزيانه، ما بقاوش يعني تحيدوا. راه مشكله. المشكل اللي عندنا دابا في هذه البلاد هو المشكل انكم تقدونا غير التعليم العمومي غير بواحد النسبه قليله ولو غير 10%، راه ما نعطيو حتى فرانك لهاد المدارس الخاصه، لان المدارس الخاصه بهذا المعنى شنو كيديروا؟ كينهبونا بهذا المعنى، كينهبوا بهذا المعنى، فهمتيني؟ ما كاين لا رقابه، كل واحد داير الثمن اللي بغى، لا سيغونس اللي بغى، فهمتي؟ كيديروا اللي بغاو. اما حنا كون لقينا ولادنا يقراو في المخزن، يقراو في الحكومه، علاش؟ كنا قدونا التعليم غير شويه ولادنا يقراو، ماذا بينا؟ لان حنا طبقه متوسطه، لان الفلوس اللي كنعطيو مثلا المدارس الخاصه راه من ديالنا، من المصروف ديالنا، كنحيدو من لحمنا باش ولادنا نضمنوا لهم واحد المستوى تعليم اللي ماشي مزيان، متوسط او مو متوسط. خاص تكون رقابه، لان المدارس الخاصه كل من هب ودب دار مدرسه خاصه، وكل كيدير الاسعار اللي بغى، ما كاينش رقابه نهائيا. علاش ما تكونش رقابه على هذه المدارس الخاصه؟ الرساله اللي كنوجهها هي الحكومه تدخل عفاكم غير الرقابه لهذه المدارس الخاصه، لانهم راه دايرين فينا ما بغاو. يا اما تقادوا لنا المدارس العموميه هكا نقدروا نقراو ولادنا فابور، او تكون رقابه على هذه المدارس الخاصه اللي كيديروا ما بغاو في الشعب. الخصوصيه كاين شويه الفرق، يعني بالنسبه للعمومي او البلاصه ما كاينش، كتلقى الضغط، كتلقى كثير. لا يعني الضغط ديال يعني كاين واخا كاين البلاصه كتلقى يعني كثير في القسم، يعني كيقول لك القسم فيه 40 تلميذ، فهمتي؟ لا ما يمكنش ليه، لا ما يمكنش، هو سيتو باقي صغير ماشي بحال، فهمتي؟ وفوق هادشي ما كتلقاش. بالنسبه للحي فين ساكن دابا انا، حي جديد، يعني حي في الرحمه، ما فهمتي، مدارس قلال. يعني كاين فرق، راه كاين فرق، واخا كتحط الفلوس شويه كتخلص شويه فلوس، ولكن راه كاين الفرق من ناحيه الثمن، ومن ناحيه التكوين، ومن ناحيه فهمتي كتلقى يعني الوليد يعني كيكون مامن كيمشي بالترونسبور، كتشدو السيده من عندك من الدار حتى للقسم، كيجيبوا لك عاوتاني مامن، ماشي بحال العمومي. العمومي ما فهمتي يعني الوليد راه سخرتي الله، الا ما مشيتيش وقفتي عليا وشي حاجه ماشي بحال، فهمتي؟ وانا بدا كنعرف انا شحال من مدرسه تحيدات ديال العمومي، شحال من مدرسه كانوا مدارس فهمتي تحيدات، شحال من مدرسة تحيدات، يعني ما بقاوش مدارس مزيانة، ما بقاوش يعني تحيدوا، يعني الناس كتزاد. يعني كنشوف دابا المدارس الخصوصية كتزاد أكثر من العموم، واخا أنه شي واحد الوقت وقتنا حنايا كان كيمشي الخصوصي، كان كيمشي هذاك اللي ضعيف مسكين في القسم كيسقط ويعاود كيعاود، فهمتي؟ كيتخرجوا من المدرسة العمومية كيديو وليدي بهاد السياسة اللي غادية، راه غادي ما يبقاوش، فهمتي؟ غاديش يبقاو، فهمتي؟ ها الأساس بلا ما ندخلوا حنا كاع في تفاصيل ديال الاساتذه اللي ولاو بتعاقد ولاو فهمتي سميتو، يعني راه هادشي غادي شي بيان سيغ ما غاديش يعطي بحال فهمتي سميتو. يعني في الاول كان استاذ يعني خدام واحد الجانب مهني، من واخا كانت الاجره ضعيفه ولكن كان فهمتي كانوا مهنيين، يعني استاذ تيعطيك اكثر من الجهد اللي عنده، يعني تيعلمك وتيربيك. انا باقي دابا انا تقريبا دابا فايت 40 سنه، شي حوايج قالوا لي ماشي استاذ وشي استاذ، انا باقي عاقل عليهم، واخا ديك الوقت ما فهمتهمش، فهمتهم دابا ولات فهمتي الاستثمار، ولا انسان دابا باغي ولاداتو يقراو باش يوصلوا شواهد فهمتي، باش يخدموا بانه قرا مدرسه الفلانيه فهمتي سميت. كاين امتيازات عنده، ولكن علاش؟ لان هذوك الناس تمام يعني دايرين لك مغريات، وليتي تولي يهضر باللغات، وليتي تولي الالعاب فهمتي سميتو. ماشي بحال الا اذا بغيتي تقري ولدك فهمتي سميتو في العمومي، ودعموا من جهه اخرى في فهمتي، تعاونوا في اللغات، وتعاونوا في السوايع، تعاونوا تضروا فهمتي. وانا شخصيا انا كنتمنى من الله تعالى فهمتي غير كلاباز، يعني كابتدائي فهمتي سميتو فهمتي، ومن بعد نكمل ودي في العمومي. حيت انا يعني الناس اللي خدامين معايا تعرفهم ولا في العائله، انا السيده خدامه معايا قالت لي بنتها، قالت لها دوزت الباك، قالت لها تيدوزوا معنا، قالت لها وليدات ولاد العمومي تيجيبوا لي مويان احسن منا، تيجيبوا نقط احسن منا حنايا، الا الضعف عندهم في شي مواد بحال الفرنسيه هذا الشيء كيكون فيهم الضعف في لونجلي هذا الشيء. بالعكس كتلقى الناس اللي بريفي تلقى فهمتي سميتو، اما في الرياضيات ولا في العلوم شحال كتلقى وليداتك كلشي فهمتي تبارك الله ولاد المخزن، تنشوف حنا كاع الصعيد المغربي كاع الوليدات اللي كيجيبوا النقط مزيان كتلقى ما ولاد فهمتي قراوا في العموميه في العروبيه وشحال فهمتي، هذا هو فهمتي. اما بالنسبه لنا كلاباز تيبان لي انا فهمتي على الشيء اللي التجارب اللي عشتهم مع خوتي ولا مع عائلتي،
يعني اللي كتوليد من الصغر ديالو كيمشي في سميتو ابتدائي كيكون احسن، تكون عنده واحد لاباز فهمتي سميتو، من بعد ديك الساعه كيبدا هو يوجه راسو. طبيعه الحال المدارس الخصوصيه عندها واحد الطابع عالي وميزه مزيانه، هادشي اللي كلها كيفضلوها الاغلبيه، هادشي علاش كنشوفوا دابا التعليم العادي ما بقى باغي حتى شي واحد، ضروري ولات مفروضه عليه بانه يمشي الاتجاه ديال التعليم الخاص. طبيعه الحال كاع الاساتذه المبرزين المزيانين دابا ولاو اغلبيه كيمشيو يخدموا بالجهد ديالهم بالفكره ديالهم في التعليم الخاص اكثر ما كيخدموا في التعليم العالي، وهذا مشكل كنعانيو منه. بالنسبه انا رايي هو هذا حول التعليم الخاص او التعليم الخصوصي، ما كانش داعي ليه بالنسبه للمغرب، والدوله كيخصها تحمل مسؤوليتها في التعليم العمومي. هذا قطاع حيوي اساسي ما يمكنش نخليوه للخواص كيتلاعبوا به كما بغاو. والمشكل ماشي غير هنا، ماشي غير التسجيل، المشكل ديال الكتب المدرسيه والتجهيزات الى غير ذلك، هذه المسائل هي فوق طاقه المغاربه. بالنسبه للدوله كتقول على انه يمكن له، هي كتطمح انه يغطي لها 20% من المتمدرسين، ولكن اصلا الفكره هي غير محبذه. هذا هو بالنسبه للحكومه، انا تنقول على انه هذه الفكره ديال المشي في التعليم الخاص ما هي غير مقبوله، وان قطاع التعليم والتربيه والتعليم هو من القطاعات الحيويه اللي كيخص الدوله تحمل فيها مسؤوليتها كامله، كما تنقولوا بالنسبه للصحه نقولوا بالنسبه للتعليم. الصحه والتعليم قطاعات حيويه الدوله خصها تحمل فيها مسؤوليتهم، من القطاعات الاستراتيجيه اللي الدوله ما خصهاش تخلى عليهم او تخليهم للخواص يتلاعبوا فيها ويعملوا فيها ما بغاو، لان امكانيات وقدرات ديال المجتمع المغربي ما عندوش هذه الامكانيات. ايوا بالنسبه للي عنده ثلاثه الاطفال وكيقراو في الخاص، الله يكون في عوانه صراحه، هذاك ما غنلوموش لان مسكين تا هو باغي ولادو يقراو. وبالنسبه حنا كندوي بعدا كنشوفوا غير المجتمع، هاد الناس البسطاء شويه اللي مساكن، هما اللي قاري اللي كيقري في الخاص راه عنده صراحه، الجمل اللي كيقري في الخاص راه عنده، واللي ما تيقريش في الخاص هذاك هو اللي خاصنا نشوفه من الجهه ديالو. كنتمنوا من الدوله دير واحد المكتبات في المدارس ودير واحد المراقبه. لا تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.